بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الذاكرة والتذكر وصناعة التركيز والخرائط الذهنية للدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، هو مفكر وكاتب وخبير عالمي أصول مصرية. أولا، الذاكرة نخزن فيها المعلومات، وكل إنسان لديه 150 مليار خلية عصبية، وكل خلية منها تتفرع إلى 150 مليون خلية أصغر، وكل خلية عصبية أصغر تتفرع منها 150 مليون خلية عصبية لتخزين المعلومات. أولا، العقل الإنساني له قيمة كبيرة في التمييز بين الأشياء، وله قيمة في كونه جوهر منزلة الإنسان بين المخلوقات. ولعله يكون هو الإنسان لا ذاك الجسد الطيني، ففي الحيوانات من هو شبيه بالإنسان لكنه دون عقل. فالعقل هو القيمة الحقيقية للإنسان. إذا عرف الإنسان قيمة العقل بقوة ووضوح وكان واثقا منه، تفتح له تلك المعرفة آفاقا من قدرات العقل. ليس للعقل حد ينتهي إليه. بالنسبة للجنس البشري، فقدرات العقل والإبداع تفوق الحد والوصف في التركيبة العقلية. ولا يعرف قدرة العقل إلا من آمن بأن لعقله قيمة ومكانة، وتغيب تلك القدرات حين يستهين الإنسان بقدرات عقله، فيكون مهملا لا قيمة له أصلا، لأن قيمة العقل بإظهار قدراته. وعندما نعرف قدرات العقل وإمكاناته، يقودنا ذلك إلى المرحلة الثالثة، وهي وظيفة العقل. وظيفة العقل في الإبداع والاختراع، ويستطيع العقل ذلك متى ما حركه الإنسان وأحسن تحريكه وصار به على قوانين الإبداع. العالم يحتاج. الرابعة، توظيف الوظيفة في كل ما فيه منفعة للبشر عامة ولصاحبه خاصة، وهنا تكمن قيمته ويستفيد من قدراته، لأنه ما خلق إلا ليكون نافعا، ولا منفعة إلا بحسن توظيفه في المنافع العامة التي تشمل جوانب الحياة. من يستخدم وظائف الإبداع العقلية في إفساد الحياة لم يوظف الوظيفة العقلية توظيفا صحيحا، بل ليته لم يعرف شيئا. وهناك ملاحظة للدكتور جورج ميلر أثبت أن العقل الواعي يستقبل من 7 إلى 9 معلومات في الدقيقة الواحدة. وإذا قسمنا 7 معلومات إلى مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 7 إلى 9 معلومات، تزداد كمية المعلومات المستوعبة، والعقل اللاواعي يستقبل 2 مليون معلومة في الدقيقة الواحدة. التذكر، استرجاع المعلومة في الوقت المراد استخدامها في أوقات كثيرة، وإذا حدث خلل فذلك لطريقة تخزين المعلومة. والآن نتعرف على أسباب عدم التذكر أو أسباب النسيان. أولا، الخوف، القلق، التوتر، الإرهاق والألم، عدم النظام، عدم الاهتمام، عدم التركيز، عدم الانتباه، أسلوب التحدث إلى الذات السلبي، وأسلوب التغذية أيضا. علينا أن لا ننسى أن العقل يركز على فكرة واحدة ويفتح كل الملفات العقلية التي تؤيد هذه الفكرة. مثلا، عندي امتحان شفهي أو امتحان تحريري أو مقابلة شخصية إلى ما غير ذلك، فيما نفكر وعلى ما نركز. أنا داخل الامتحان وأنا خائف، فالفكرة التي أركز عليها هي الخوف، والعقل يقوم بفتح كل الملفات التي تدعم الخوف من أفكار وأحاسيس. وأنت عند فتحك لباب الشقة للدخول، يجب أن تفتحه بمفتاح وتترك لنفسك مساحة لتساعدك على المرور عبر الباب لدخول الشقة. وطالما الباب مقفول فأنت خارج الشقة. وطالما العقل
مركز على فكرة الخوف، ستظل المعلومات المراد استرجاعها في الامتحان مقفول عليها، ويبدأ الخوف بالتحول إلى قلق من الامتحان والأسئلة وطريقة الامتحان. وإذا كان عندك مقابلة شخصية فالخوف من الأسئلة وطريقتها إلى آخره، ويبدأ هذا الخوف بالتحول إلى قلق ثم إلى توتر، وكلها أحاسيس مشتعلة سلبية. وفي هذه الأثناء يفكر الشخص بعقله العاطفي، والذي من وظائفه المحافظة على البقاء، الطاقة، الأحاسيس والمشاعر، هروب وهجوم ودفاع. كيف يتغذى الدماغ؟ يستهلك الدماغ 20% من طاقة الجسم، وغذاؤه الرئيسي هو الدم، حيث يزوده بالعناصر الغذائية كالجلوكوز، البروتين، العناصر الكيميائية، الأكسجين والماء. العقل الواعي صفته هي يعي ما يحدث الآن، تركيزه محدود، يقوم ببرمجة العقل الباطن، منطقي ومحلل، مفكر، يمكن أن يتغير إلى الأحسن إذا اقتنع، وبالتالي يغير العقل الباطن للأحسن أيضا. يمكن أن يعطي معلومات ناجحة أو غير ناجحة للعقل الباطن. وظيفته أي العقل الواعي له 4 وظائف: التعرف على المعلومات ثم إرسالها إلى منطقة معينة في المخ، يقارن بين هذه المعلومات أو المعلومة الموجودة عنده سابقا، يقوم بتحليل هذه المعلومات، يتخذ القرار، ثم يرسله إلى العقل اللاواعي لأنه يوجد به مخازن الذاكرة. الخلاصة من هذا كله هي المنظومة الرائعة للعقل، أن نعرف قيمته لندرك قدراته حتى نظهر وظيفته فنوظفه، أو يعني العقل اللاواعي أو العقل الباطن. العقل الباطن فيه عاداتك وصورتك الذاتية وثقتك بنفسك، ولتقوية ثقتك بنفسك فذلك عن طريق عقلك اللاواعي. صفات العقل الباطن: ومخزن الذاكرة أو مخزن الذاكرة، ويقوم بتخزين المعلومات. عقل لا يعي الأشياء، ذلك سمي لاواعي. يسمى العقل التلقائي لأنه يفكر بطريقة تلقائية، هو من يقوم بتنفيذ طلبات وأوامر العقل الواعي. استخدام العقل التحليلي وتهدئة العقل العاطفي: اجلس أولا، هذا تمرين، اجلس وظهرك مستقيم ويدك على أرجلك وهي مستقرة على الأرض. ركز على الشهيق والزفير، الشهيق يكون على 4 عدات، يعني على 4 مرات، يعني تحسب 4 عدات. أمسك النفس داخل جسمك عدتين، والزفير في 8 عدات ببطء، وكأنك تطفئ شمعة ببطء شديد مع الزفير. قل من 3 مرات إلى 5 مرات: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ونركز أن أول فكرة تكون إيجابية، أول فكرة تكون إيجابية، ونركز على المعلومات المراد تذكرها، ونكررها إلى أن نهدأ تماما. سيكولوجية الذاكرة وهي الترميز والتخزين أو الاستدعاء أو الاسترجاع. الترميز أو التشفير هي العملية الأولى لإعطاء معنى وتشكيل مادة حتى يمكن تخزينها. التخزين ويتمثل في نظام التخزين المؤقت والدائم،
الاستدعاء أو الاسترجاع، ويتمثل في استرجاع المعلومات والخبرات السابقة التي تم ترميزها وتخزينها في الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد. وهناك بعض العوامل والظروف التي تساعد على عملية الاسترجاع وتحسين عملية التذكر، وهي أثر الدافعية. وجد أن تعرض الفرد للحوادث والمثيرات والمعلومات التي تثير اهتمام الفرد تبقى في الذاكرة أكثر من غيرها، مثل دراسات زيك تيرك، هو عالم. تركيز الانتباه والاستغراق في العمل، كلما ازداد انتباه الفرد لأي شيء كان تذكره له قويا جدا. أثر التنظيم والتخطيط، عملية الذاكرة تتألف من ثلاث عمليات، هي تصنيف المعلومات، القدرة على التخزين والاحتفاظ بالمعلومات، والقدرة على الاسترجاع أو الاستدعاء. وهناك تمرين، هذا التمرين يقول فيه الدكتور: قبل البداية في قراءة أو شراء كتب، أو البداية في تعليم أو التعلم أو التقدم لعمل، اسأل نفسك أولا: هل أنت تريد فعلا فعل ذلك؟ وهل تريد أن تقرأ فعلا؟ وهل تريد أن تتعلم فعلا؟ يجب أن تكون مدركا تماما لكل خطوة بدأت في أخذ القرار فيها. هل الفهم مهم بالنسبة لك؟ لماذا هو مهم بالنسبة لك؟ ماذا يعني هذا الفعل بالنسبة لك؟ ما هي الخسائر من تنفيذه؟ ما هي المكاسب التي ستحققها من تنفيذه؟ ما هي رؤيتك؟ وتقسم رؤيتك إلى أهداف صغيرة وإلى خطوات بسيطة لتبدأ بتنفيذها وتحقيقها. ما هي غايتك؟ وما هي الارتباط بالله تعالى؟ ما هي الاستفادة الآخرين من هذا العمل أو من هذا الفعل؟ كل هذه الأسئلة تعطينا الاهتمام قبل بداية أي فعل، ومع الاهتمام بفكرة معينة يبدأ العقل بالتركيز عليها، فيفتح الملفات العقلية التي تدعمها. وظائف الذاكرة البشرية، عمليات الترميز والتشفير، عملية التخزين أو الاحتفاظ، وعمليات الاسترجاع أو الاستدعاء.